محطتنا الأولى لليوم بتكون عن وثيقة التسامح الديني لمؤسسات المجتمع المدني. معنا في الاستديو من مركز عبد الرحمن كانو الثقافي عبد الله العاني رئيس لجنة الأنشطة، وأيضا بسمة البناء رئيسة لجنة النشر الإلكتروني. صباح الخير ويهلا مرحبا فيكم. يهلا فيكم. لكم صباح الأبيض والأحمر منورينا. أكيد أكيد. عبدالله نبتدي معاك ونقول دائما أي وثيقة تتوقع أو أي وثيقة ينوون أي أحد أن ينشرونها يكون من خلفها أهداف معينة ودهم الناس يحققونها. في هذه الوثيقة بالتحديد شنو أهدافكم اللي حابين توصلون لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا أهدافنا مثل ما موجود في التايتل نفسه اللي هو التسامح والتعايش يعني ما بين الأديان والمذاهب. طبعا هو شيء حراك صار شعبي على مؤسسات المجتمع المدني، يضم كل ما تحت من ممثلين للشعب، من مساجد، مآتم، كنائس، لجان، جمعيات، أي نعم جمعيات، نقابات، كل ما هو يمثل مجتمع البحرين تمثيل موجود راح يجينا راح يوقع علينا. وايضا الوثيقه راح تتضمن 14 بند فيها الاشياء من ميثاق الامم المتحده، فيها من ميثاق العمل الوطني، ثنت على مصادقه البحرين على حقوق الانسان عالميا، فيها بنود انه كيف ممكن يفعل هذا الشيء، دور الثقافه، يعني شامله تقريبا كل اليه التسامح والتعايش. نعم جميل جدا. بس ما بنتقل بالسؤال لك، يعني ليش حرصتوا انها تكون من المؤسسات المدنيه خلينا نقول وغير الحكوميه؟ صحيح. في سبب معين؟ اكيد في سبب معين. نعم. هاي سؤال جدا مهم ولازم يتضح للجماهير. نعم. طبعا مثل ما نعرف الدوله الحديثه قائمه على مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني هي اللي تضم مكونات الشعب. وحاليا بعد في السابق كانت النخبه هي اللي تمثل صوت الجماهير او صوت جموع الجماهير. في عصرنا الحالي بعد العولمة وبعد ما برز صوت كل مواطن، أصبح كل مواطن يستطيع أن يعبر عن نفسه فردا، فأصبحت مؤسسات المجتمع المدني هي التي تمثل صوت الشعب، وهي اللي تعضد من السلطة، وتعضد أيضا دور اللي هو الشعب في المجتمع وتوصل وتبرز صوته. فإحنا في هذه الوثيقة ابتعدنا او لم ناخذ اي دعم او يعني اي الحكومات او الحكومه لم يكن لها اي دور في هذه الوثيقه. هذه الوثيقه تعبر عن الضمير الحي او صوت الشعب، والراي العام العالمي اصبح جدا يهتم بهذه النوعيه من بهذه النوعيه من المبادرات الوطنيه اللي تعكس صوت المواطن الحقيقي. يعني نقدر نقول من الشعب والى الشعب. نعم. جميل جدا. ننتقل اليك استاذ عبد الله، وعندنا سؤال ثاني الحين. اكيد مش لما يكون مؤسسه مدنيه مش كل افرادها راح يقومون بتوقيع هذه الوثيقه. نعم. راح يكون في ممثلين عن المؤسسات هذه اللي ذكرناها كما قلت، المساجد، الكنائس وما الى ذلك. فياريت تخبرنا شوي عن المشاركين اللي ابدوا اكثر شيء حماسهم وتفاعلهم مع توقيع هذه الوثيقه. والله احنا يعني خاطبنا ما يكثر عن 1000 جهة في البحرين، مثل ما قلت لك، من نقابات وجمعيات وممثلين المجتمع المدني بكل أنواعها يعني. فأكثر من 1000 دعوة تقريبا طلعت من عندنا، هذا غير طبعا الدعوات اللي كانت في الميديا موجودة على الجرايد وعلى السوشيال ميديا وعلى تلفزيون البحرين. فبين واحد من كل مؤسسة بي هو يمثل مؤسسته، يوقع بالنيابة عن المكان الفلاني أنه أنا فلان الفلاني أصدق على هذه البنود. فيعني نتوقع الحضور اليوم يعني من 1000 وفوق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، من كل الأعمار إن شاء الله أيضا. أي طبعا إن شاء الله بإذن الله. بس ما يمكن احنا وايضا المشاهدين حابين يعرفون الاوقات اللي راح يكون فيها التوقيع لهذه الوثيقه مفتوح، متى هي الاوقات؟ اولا احنا قبل الوقت احنا اخترنا يوم مميز اللي هو يوم 14 فبراير. وطبعا الوثيقه مثل ما قال الاستاذ عبد الله مستوحاه ايضا من بنود الميثاق. نعم.
وفيها 14 بند. واليوم 14 فبراير و14 ربيع الثاني. صحيح. واليوم الجمعة، فإن شاء الله يكون يوم مبارك يعني بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الثانية التوقيت، من الساعة 9 صباحا يعني بدأ قبل قليل، من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولكن اللي هو عدا الوقت المخصص طبعا لصلاة الجمعة. نعم. وكذلك في احتفالية خاصة أو مهرجان خطابي راح يكون من 4 إلى 5 مساء، وهو مفتوح سواء للجمهور أو ل مؤسسات المجتمع، ممثلو مؤسسات المجتمع المدني. استاذ عبد الله، نرجع ونقول الان اكيد في كما ذكرت انتم تواصلتوا وارسلتوا الدعوات لهذه المؤسسات المدنيه، ولكن ايش غير هذا من ترتيبات عشان تقومون بهاليوم؟ يعني زي ما تفضلت بالذكر اختي بسمه، من الساعه 9 للساعه 9، فاكيد في ترتيبات كثيره قدمتوها وعملتوا عليها. والله نعم، هي طبعا في 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 ترتيبات. احنا 12 ساعه راح نشتغل اليوم يعني ما شاء الله. جزاهم الله خير، طبعا بيت القرآن هم اللي استضافوا هذه هذه المبادرة، فطبعا على الجمهور انه يتوجه الى بيت القرآن. راح يكون التوقيع امام مسجد عبد الرحمن كانوت. فالترتيبات الله يعزك، احنا عندنا من 9 ل 9 هذا التوقيع، عندنا ايضا من 4 ل 5 اللي هو مهرجان الخطابي اللي قالت عليه الاخت بسمة. هذه راح يتضمن 6 كلمات. عندنا الأستاذ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب، عندنا كلمة من الأستاذ نجيب الفريجي ممثل الأمم المتحدة في البحرين، عندنا الشيخ عبد الحسين العصفور، عندنا أيضا القس هاني عزيز، راح يكون عندنا أيضا الأستاذ إبراهيم نونو، وراح يكون أيضا كلمة من المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضيرية من عندنا اللي هو الأستاذ إبراهيم بوهندي. فهذا الشيء راح يكون من الساعة 4 إلى الساعة 5، وأيضاً راح نطلق حمامات سلام، وراح نطلق أعلام البحرين، كلها من نفس الساحة من بيت القرآن. جميل جداً. بس ما يعني أنتوا جايين باسم مركز عبد الرحمن كانوا الثقافي، خلينا نقول، بس أكيد في جهات ثانية داعمة أو متعاونة كانت معاكم، فياريت تكلمين عن هذه الجهات. بالتأكيد إحنا يعني أنا والأخ عبد الله نمثل مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وهو أكيد الكل يعرف إنه هو منبر ثقافي معروف في مجتمع البحرين. كل ثلاثاء. كل ثلاثاء صح. إحنا عندنا من 20 سنة هاي إحنا نحتفل بالموسم الثقافي 20. جميل. وهو طبعاً له دور ومؤثر ومضيء يعني حقيقة في مجالات الثقافة المختلفة. نعم. طبعاً هو بادر في هذه في يعني الانضمام إلى هذه الوثيقة. نعم. وكانت الفكرة نشأت من خلاله، وبالتعاون أيضاً مع جمعية التعايش، جمعية التعايش والتسامح الديني والمذهبي. نعم. وكذلك انضمت إلينا كل من جمعية صحفيين وجمعية أسرة الأدباء والكتاب. لكن أنا بغيت أنوه بعد أن هذه الجمعية أولا لا تحمل أي طابع لا مذهبي ولا سياسي ولا لها أي تحيز من أي نوع. نعم. هي جمعيات اجتماعية ثقافية تعنى بالشأن الثقافي. نعم. ويندرج تحتها كافة أطياف المجتمع البحريني. النقطة الثانية إن هي الشباب لهم دور مؤثر في هذه اللجنة. تستغربون إن اللجنة عبارة عن 10 أشخاص تقريباً، لكن كل 10 أشخاص كانوا يعني بمئة شخص بصراحة، فيها من الشباب وفيها من النساء، وطبعاً بالإضافة إلى الرؤساء المخضرمين يعني. نعم. هذه الجمعية عساكم على البيئة إن شاء الله. طبعاً أنتوا ذكرتوا لنا اثنينكم تفضلتوا بالذكر وذكرتوا لنا زي مقتطفات من الفعاليات المصاحبة لهذه الوثيقة وإطلاق هذه الوثيقة، ولكن يمكن اللي ما تطرقنا للذكر إليه هو الأفراد. طب أوكي، عرفنا أن المؤسسات المدنية ممكن تشارك، واحد يروح يمثلهم باسمهم، ولكن طب الأفراد اللي حابين ينشرون روح التسامح والتعايش الديني، وأيضاً يعني خلينا نقول من أهدافهم انه يدعمون هذا الموضوع، شلون ممكن يشاركون؟ هو الله يسلمك، احنا طبعا الوثيقه راح يوقعوها مثل ما تفضلتي ممثلين عن المجتمع المدني، لكن احنا فاتحين الباب ايضا لجميع افراد البحرين، لكن راح يوقعون على وثيقه اخرى، يعني يحبون يحطون انطباعهم، يحطون اي تعليق هم حابينه في دفتر خاص للزوار. وهذا ممكن ايضا يرفق مع هاي الوثيقه، ولكن يعني
ما راح يوقع على الوثيقه بالضبط، راح يحط انطباعاته عن هاي الوثيقه واللي راح يشوفه، وهذا مفتوح للعامه، اي شخص ممكن يجي يوقع. جميل جدا، يعطيكم العافيه، وان شاء الله الحضور يقدرون يجون ويدعمونكم. كانوا معنا اليوم من مركز عبد الرحمن كان الثقافي عبد الله العاني رئيس لجنه الانشطه، وايضا بسمة البنا رئيسه لجنه النشر الالكتروني. سعدنا بلقائكم، وايضا يعني نتمنى انه هذه روح التسامح والتعايش الديني والطائفي تعم فيما بيننا كلنا. بالتاكيد.